طيب أقول لك دكتور، إذا عندك تعقيب في البداية وبعدها حدثني عن قضية إنشاء السدود. أكثر من 30 سد من المفترض أو 35 سد من المفترض أن تبنى، حدثنا عن تفاصيل. يعني تعقيب على ذكر أستاذ تحسين، احنا يعني إيقاف زراعة المحاصيل الاستراتيجية للموسم الشتوي يعني أمر بخطورة على الأمن القومي العراقي وعلى الأمن الغذائي وعلى الأمن الوطني تحديدا. احنا نقدر نقنن او نقلل او نلزم المزارعين بتقنيات معينه حتى يستمر هذه الزراعه. لازم الدوله تنتج جزء من المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي القمح والشعير والذره وغيره. هذا امر، هذا متطلب اساسي. لكن كيف ننتجه؟ ننتجه لازم بوسائل ري حديثه ونحافظ عليه. ايضا شيء مهم اخر، تركيبه المجتمع العراقي. ما يقارب 30% من المجتمع العراقي هسه قد يكون خفضت هاي النسبه، هم يمارسون الزراعه او معيشتهم الزراعه، وبالتالي بكل وسائل الزراعه، الزراعه المباشره او المهن الاخرى المرتبطه بالزراعه، وبالتالي من غير المنطقي انه اتلاعب بقوت هؤلاء المواطنين. يعني هذا امر يعني التزام اخلاقي وادبي على الحكومه وعلى الناس اللي تدير الامور. هذا امر. الامر يعني اللي ذكر الدكتور، نعم نحتاج إلى تعزيز ترشيد استهلاك المياه، نحتاج إلى دعم الإعلام، شرعنة بعض القوانين، التعامل مع المياه على أنها نعمة يجب أن تصان وليست متاحة ومباحة ومتوفرة في كل زمان. استدامة المياه مرتبط بطريقة استعمالها وليس بطريقة تلقيها. يعني حتى تكون مياه الموارد المائية مستدامة يفترض أنا أتعامل معها بطريقة علمية ومنهجية صحيحة. إلى حملات توعية إلى التثقيف سواء المواطنين أو المزارعين. نعم. قبل قليل الدكتور ناظر ذكر تفصيلة أنه حتى وإن جئنا بآليات حديثة فراح يجهل المزارع. لا أتكلم يعني نعم الكلام اللي قاله الدكتور نظير هو هذا يعني عين الصواب. خلي أتكلمش عن موضوع التوعية. التوعية تحتاج إلى ثلاث مفاهيم أساسية. التوعية العامة، التوعية اللي هي الجماهيرية اللي مفروض يكون عبء كبير على الإعلام الحر مثل القناة الكريمة وكل القنوات الأخرى، وعلى منظمة المجتمع المدني وعلى التفاصيل والممارسات والسلوكيات، وتوعية يعني استراتيجية ونوعية اللي يفترض تكون ضمن مناهج دراسية من رياض الأطفال إلى الجامعات، والتوعية المؤسساتية، المؤسسات المعنية بإدارة ما يفترض ترسم سياسة واضحة لترسيلك المياه، تسعيرة المياه بتكون واضحة، التعامل معها على أنها سلعة لها ثمن، التعامل مع التجارة على أنه جريمة وجنح يفترض الحساب والعقاب والثواب باتجاهها. هذا جانب. فيما يخص يعني التعامل مع الأمطار، نعم أتفق مع اللي ذكر الدكتور، يعني حصاد من الأمطار دول كثيرة تعتمد على هذا المورد، وحصاد المياه الأمطار يحقق لنا ثلاث مواضيع مهمة. الأمر الأول سد حصاد المياه اللي يكون في منطقة معينة، وقد سد حصاد المياه يعني مختلفة، قسم سد حصاد المياه قد يكون يحصد 100,000 متر مكعب، وقسم 10 مليون، وقسم 20 مليون، وقسم 7، يعني هي سدود صغيرة، لكن المياه اللي تحصدها راح تحقق ثلاث أمور مهمة. الأمر الأول هو راح تحقق خزين موجود يخدم المنطقة اللي محيطة بالسد نفسه، والأمر الثاني راح تنطي قدرة لإدارة الموارد المائية بالمنطقة أنه تناور ما بين الخزين الموجود بهذا السد وموارده المائية، والأمر الآخر راح تحقق تأهيل المشهد الطبيعي وتحقق الحياة الاستيطان. يعني راح تكون هناك المراعي والغطاء الرعوي والزراعة والواحات، هذا أمر مهم جدا، وبالإمكان تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تعتمد تماما على سد حصاد المياه، على المياه اللي تأتي من عنده. كوزارة موارد مائية ضمن خطة 23-25 ضمن خططنا هنالك ما بين 26 إلى 30 سد حصاد مياه يفترض أنه نقوم بإنشائها. المباشرة الفعلية بدأت يعني ببعض السدود، وهي موزعة على مناطق على أغلب محافظات العراق، يعني المناطق اللي هي واعدة بمياه الأمطار واللي طبوغرافيتها تسمح بإنشاء هكذا سد. طيب. واللي أساسا يعني هذه المناطق هي معرضة إلى مياه أمطار واضحة وتتكون بها مسارات واضحة للسيول. زين. بإقليم كردستان بضعة سدود أكو، بمحافظة نينوى هنالك. كيف هي حال السدود؟ سدودنا كيف هو حالها؟ لا أتكلم عن سدود حصاد مياه حتى رجعت على السدود الأصلية. بمحافظة نينوى هنالك سدود حصاد مياه ستكون. بمحافظة الأنبار أيضا
سدين حصاد مياه بمحافظة الهرة المقدسة بالنجف الأشرف وبمحافظة السماء والمثنى، وأيضا من جهة شرقية العراق بمحافظة ديالى ومحافظة واسط وقد يكون في محافظة ميسان. كل هذه السدود حصاد مياه تم إعداد تصاميمها من خلال مركز دراسات الصين الهندسية بالوزارة وبعض السياري وبعض المكاتب العالمية، والتنفيذ سيكون إما من قبل شركات الوزارة أو الشركات المحلية أو الوطنية وربما العالمية اللي معنية بتنفيذ السدود سدود حصاد المياه. فيما يخص منظومة سدود المياه تستغرق هذه كم سنة المفترض؟ يعني سد حصاد المياه ليس مثل يعني لا يشبه سد الخزنة أو سد تولية الطاقة الكهربائية، كلفته أقل، خزنة أقل، ومدة التنفيذ أقل. تتراوح يعني أكبر سد حصاد مياه مدة مالته يعني ما بين سنة وسنتين بالحد الأعلى، يعني قد يكون سنة تقويمية كافية لإنشاء سد حصاد مياه. هذا أمر. الأمر الآخر المهم عندما نتكلم عن منظومة سدود العراق، غالبا ما يتم بالإعلام كلام عن سدود سدود سدود، يعني أكو بالعراق أكو يعني فهم خاطئ لمفهوم السد. شلون؟ ووظيفة السد هي بالأساس هي وظيفة الخزنية، وعندما نتكلم عن سد سد الخزني يجب أن يكون في مقدم السد بحيرة لخزن السد. هذه البحيرة يجب أن تكون ضمن طبوغرافية منطقة معينة تسمح التربة بالحفاظ على المياه وعدم تسربها وضياعها. وبالتالي من تلاحظين شوفوا السدود كلها بالمناطق الشمالية وغرب العراق، يعني سد الموصد، حديثة، دوكان، درب اندخان، هذه السدود الموجودة بالمناطق الشمالية والغربية. رغم أنه هذه السدود أيضا تحتاج إلى معالجة لمنع أي مشاكل مرتبطة بالأسس أو بخزن المياه. هناك السدات اللي تم عملها ضمن عمود النهر، هذه واجبات تنظيمية لتنظيم توزن. العراق الآن يعاني مشكلة إيرادات ومشكلة فراغ خزني. الفراغ الخزني الموجود بالعراق يقترب من 100 مليار متر مكعب أو قد يزيد عن هذا الرقم. وبالتالي يجب أن نفكر بأمر مهم مثل ما قال الدكتور، نحتاج إلى كيف نقنع دول الجوار المائي بحصتنا الطبيعية الواضحة من خلال أمرين مهم، خلال زيادة كفاءة التفاوض وقوة فريق التفاوض، ومن خلال التفاوض بهذا الشيء اسمح لي، ومن خلال تحسين أدائنا بالداخل. ما نعطي فرصة لدول الجوار المائي أنه تنتقد أدائنا بإدارة المياه داخل العراق لتبرر تحسين قبل قليل. نعم، لتبرر. نبحث عن عدالة في الخارج قبل أن نحقق. لا أتكلم هي أنا ما أتكلم عن عدالة، أتكلم عن إدارة المياه. موضوع العدالة أتكلم عن أستاذ تحسين، هذه موضوع التجاوزات. شوف التجاوزات على المنظومة المائية ثلاث أنواع من التجاوزات. أكو تجاوز على الحصص المائية بين محافظة ومحافظة، بين مزارع ومزارع، بين وحدة ورواية وحدة ورواية، بين قضاء وقضاء، بين قرية وقرية، موجود هذا التجاوز. والوزارة لديها بعض الدعاوى على حتى على مستوى المحافظات وعلى مستوى السادة المحافظين يعني لعدم التدخل بتوزيعات المياه. مثل ما ترى وزارة المياه هي وزارة اتحادية تدار بشكل مركزي. المحافظين دي يتدخلون بهذه التفاصيل؟ يعني قسم المحافظات تدخل، والمحافظ يتدخل من أجل مصلحة، يعني يعتقد من أجل مصلحة المزارع من المحافظة، لكن هو تدخل عندما يكون خارج السياقات الطبيعية والتقليدية أكيد راح يضر بالمصلحة العامة للمحافظة التي تليها. هذا أمر. أكون تجاوز آخر وتجاوز على الشواطئ والمحرمات ومقطع النهر، وبالتالي هذا يضر بأمرين مهمين. الأمر الأول يضر بانسيابية حركة المياه وجمالية مشهد الطبيعي نهر دجلة والفرات وكل قنوات الرؤية، ويضر بطبيعة الجيران البيئي الموجود. وهناك تجاوز ثالث هو تجاوز سافر وتجاوز صعب ومعقد جدا، هو تجاوز الملوثات. لدينا ملايين الأمتار المكعبة من الملوثات تلقى بنهر دجلة أو الفرات دون وازع. شوفي دولة رئيس وزراء زار وزارة الموارد المائية بشهر آذار من العام الماضي، طيب، وتكلم دولته ب 22 محور محاور الرأي من ضمنها موضوع الملوثات، وأوصى دولة الرئيس أنه عدم إقرار أي مشروع مرتبط بمحطات المياه أو محطات المجاري دون أن يكون هذا المشروع مرتبط يلزم بمحطة معالجة طيب واضحة تراعي المواصفات الصحية العالمية والعراقية. هذا أمر. عندما نتكلم عن إدارة المياه نتكلم عن ملف كبير، نتكلم عن آلاف الكيلومترات من القنوات والشبكات، وبالتالي يعني هذا الملف صعب ومعقد. وأيضا يعني إدارة الموارد المائية المتكاملة بالعراق مفهوم منقوص الرؤية. كيف؟ أنا أتكلم عن إدارة الموارد المائية بالعراق، لكن أنا 70% من الإدارات تأتي من خارج العراق، وبالتالي يفترض هنالك يعني معادلة بين هذا الموضوعين. الأمر الآخر المهم، سألتين عن التفاوض على المياه، مثل ما ذكرت لحضرتك كان سابقا التفاوض على المياه يا أما يعني يأخذ منحة فني ودبلوماسي منحة، لكن ملف المياه ملف كبير، ملف ببعد أمني، سياسي، اقتصادي، صناعي، زراعي، اجتماعي، مجتمعي، علمي، كل هاي الملفات.
ولذلك تنبه دولة الرئيس منذ اليوم الأول تسلم الموقع المسؤولية ونقل هذه المفنى نقلة نوعية حول MFC ويشرع لدولته بشكل مباشر. قوى الفريق التفاوضي وألزم الفريق التفاوضي وكل الوزارات المعنية أن يكون ملف المياه حاضر بأي جزئية وأي ملف وأي حرارة يتم التناقش مع دول الجوار المائي. أكو نتاج؟ شوفي هاي هذا التوجه والزيارات الكثيرة اللي قام بها دولة الرئيس وفخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير المياه إلى دول الجوار إلى تركيا وإلى الجمهورية الإسلامية وإلى سوريا حركت المياه الراكدة في ملف التفاوض. الآن يعني إيرادات دجلة وإيرادات فرات نوعا ما مقبولة أفضل من ما كان، لكن التفاوض على المياه هو يعني يحتاج إلى نفس طويل ويحتاج إلى جهد كثير، لكن الأساسيات الآن تم استحضارها. تقوية الفريق التفاوضي، واللي يتفاوض ليس وزير الموارد المائية وليس وزير الخارجية، يتفاوض هو العراق، وهذا أمر مهم. بعد ما تقولين العراق يتفاوض أكيد الكل يقف ويعيد النظر بحساباته السوقية والنوعية والاجتماعية. سيد تحسين تعقيب.